وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل محمد النادي من محافظة المنيا. محمد، بعد التحية، الصورة لديك، تفضل وأبرز ما لديك من مستجدات. مساء الخير حور، أنا هنا الآن داخل قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاس الذي يقع أقصى جنوب محافظة المنيا. وهذا المركز يتميز بأنه يشمل على العديد من الأسر الأكثر احتياجا والأكثر رعاية، وكثير من الأسر التي يشملها برنامج تكافل وكرم، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر حملة إيد واحدة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات النقدية، وإطلاق أيضا القوافل الطبية على الأسر الأكثر رعاية والأكثر احتياجا. أنا هنا الآن داخل أحد مقرات مؤسسة الهيئة القبطية الإمتيرية للخدمات الاجتماعية هنا في مركز أبو قرقاس، حيث بدأ العمل هنا منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث توافد المتطوعون ومسؤولي المؤسسة واحضروا كافة المواد الغذائية والمستلزمات اللازمة لإحضار وتجهيز أطعمة جاهزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأكثر رعاية هنا داخل قرية أبيوها بمركز أبو قرقاس. هنا المسؤولون في المؤسسة أكدوا أنهم اختاروا الأسر الأكثر رعاية والأكثر احتياجا والأكثر استفادة من هذه المساعدات التي هي عبر اليوم عن مواد غذائية من خلال أبحاث اجتماعية قامت بها الجمعيات الأهلية الشريكة هنا مع المؤسسة، والتي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هنا داخل مركز أبو قرقاس. أيضا المسؤولون في مؤسسة الهيئة القبطية الإنجيلية أكدوا أن اليوم هنا هو فقط إطلاق الحملة حملة إيد واحدة، ولكن سيتم تدشين الحملة وأيضا استمرارها خلال الأيام القادمة، ولن تقف فقط عند حد توزيع المواد الغذائية، بل ستشمل قوافل طبية وأيضا قوافل توعوية، ستشمل القرى التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة، بحيث أن هذه القرى تتضمن وتحتوي على الأسر الأكثر احتياجا هنا في مركز أبو قرقاس، ثم تنتشر هذه الحملة داخل مراكز محافظة المنيا التسع، بداية من مركز مغاغة مرورا بمراكز العدوى وبني مزار ومغاغة ومطاي وسمالوط والمنيا وأبو قرقاس وملوي، حتى وصولا إلى مركز دير المواس الذي يقع أقصى جنوب محافظة المنيا. أيضا هنا المؤسسة أكدت أن التوزيع سيكون ليس بتوافد المستفيدين هنا إلى المؤسسة، ولكن سيكون بتوصيل هذه المساعدات إلى منازل المستفيدين. أحب أؤكد أن الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة المنيا لم يقتصر فقط على توزيع المواد الغذائية، ولكن هناك حملة أزرع، هذه المبادرة الكبيرة التي استهدفت الكثير من قرى محافظة المنيا، والتي في شأنها الأول هي تقديم المساعدة للمزارعين في محافظة المنيا، ولعل كان آخرها هو الاحتفال بحصاد أول أعلى إنتاج الفول الصويا داخل قرية صفت اللبن التابعة لمركز المنيا. حور، هذه كانت التفاصيل حول إطلاق أول أيام مبادرة إيد واحدة داخل قرية أبيوها بمركز أبو قرقاس جنوب محافظة المنيا. نعود إليك مع العودة في جولات إخبارية أخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد النادي، كنت معنا من محافظة المنيا.